ليه يا شيخ عبد الرحمن كذا انت؟ ليه ما تنتبه لعيالك اخوانك؟ عيال يا احنا يا اخي احنا مننا غيرك يا اخي. ليه يا شيخ ليه؟ ليه ليه يا اخي يدي يدي. انتبه لنا انتبه لنا، راع 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 هذا. تعال تعال بيده بيده بيده، ابغى احطه لك هنا عشان بيده بيده. اخلص علينا انت دكتور والمفروض تعالجنا، احنا ما لنا غيرك، ما لنا الا الله ثم انت. يا جلالي شوف العرق منتفخ، الله يستر. لا تخاف لا تخاف، تعرف حقة الأمانة؟ ما انت بميت، ما انت طالعة كذا وانا اضرب الحديد تنفيذه الله يستر على عروقي اذا كنت قطعت. كيف تعرف انها تقطعت؟ ترى جرح بسيط. مو جرح يا اخي. وشو؟ حديدة طالعة كذا وانا ارفع الشنطة. انا فاهم بس الجرح اللي وقول بها كذا، يوم قلت بها كذا تضرب. الجرح انا شفته سطحي يعني، الحمد لله ما يخوف. يعني ان شاء الله العروق ما جاها شيء ولا عصاب؟ لا لا مو جاك شيء، لا عروق ولا عصاب، بس الجلد. دكتور لازم تعالجنا، احنا ما لنا الا الله ثم انت. بس تو احس يدي توجعني، اصابعي يوم اشدها توجعني. ان شاء الله ما في لي شيء. ما فيك الا العافية، لا تخاف. تأكد انت؟ متأكدين ان شاء الله. يا اخي يوجعني يا اخي. يا ابني باذن الله. خير بس خلني اطلع ال بسرعة بسرعة. ابرة ايش؟ هلا؟ ابرة؟ ليه؟ لا انا ابغى ال شو اسمه؟ يلا دكتور تاخرت مشكلة. لا تاخر. ما يصير تاخر على الطبيب المرضى كذا. والله؟ ما يجي ما يصير. ارفع في تقرير. ارفع في تقرير، تاخر على المرضى يا اخي. تاخر على المرضى، الله المستعان. والله انعدم ثوبي، شوف وين ثوبي؟ كان في دم هنا، ما في لصقات بس بنمشي الوضع. كنت ابغى لصقه لمسته وراح، لكن كان في دم هنا انا شفت دم. خلص علينا، ترى المريض يتعب الحين. يدوخ. بسم الله يلا. ليش هذا؟ والله الله الله الله، ترى المريض ما يتحمل. بالله قلت لي وين الجرح؟ هذا الجرح. هذا ايش جابه؟ دقيقه، ما في لصقات هنا. اخلص اخلص، نظف نظف. خلص علينا، راع مرضى، احنا تعبانين. جايك شيء من الحال، قسم بالله حسيت انك بتموت. تذكر الله حسي بطني يوجعني. بطنك بعد؟ ايه من لا اله الا الله، وحس راسي مصدع. ها لا جد والله، شوف العرق انت خلاص يستر. تحس ان تعلم شيء؟ تعلم اذا في ذا لا تعطي الادويه اظهرك. ايه اوه يا ابو زيده تعال، هذا الدكتور هذا ما هو لابس قلفز. ما له علاقة القلفز والله؟ اي لاني ماسك من هنا. اي صح اخو نور، يعني كذا بس كذا بس كذا بدون قطنة مثلا عليها ولا شيء؟ ما تفرق قطنة، بس لو تحط قطنة عادي، هي كلها واحد ما تضرك في النهاية. انت ممرض، المفروض اني انا ما اعلمك اياها. ممرض؟ انا ماني ممرض، انا علاج طبيعي. بس شاش مو مستاهل، حرام يعني. بس يلا ولا تزعل عشانه، احنا ما يطلبه ال حط طيب، حط حقت هذه الطبية، حطها لمسة مسحة طبية. لا 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 ما تنحط. منين؟ خلاص بس تحط مرة واحدة. و يا سلام، شفت هذا من كثر ما انت ما شاء الله. بسم الله. اتوقع هذا اسمه ايش اسمه؟ ترى قاعدين ندلعك ها، ولا الموضوع مو مستاهل. لا انا اخاف على العرق والله، بس ما له علاقه، لانه هذا الشيء صدح اصلا، لو خليته من نفسه بيجف. بس يعني مي مشكله، بندلعك يعني. لا ما هو دلع، هو والله العرق قسم. ما له علاقه، لانه لو 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 جاك العرق ممكن بيبان عندك اشياء، فهمت كيف؟ طيب اما نزيف او يطلع شيء. بس لا الحمد لله لا في شيء. انا خايف الاعصاب، بالله صدق تتحدث معي. ما له علاقه الاعصاب داخل، وين هنا؟ ما في شيء يجيك عصب سطحي. والعرق اللي تحت ضربته قوية، حسيت فيك تعرف قشعريرة شوي. أيه؟ يوم ضربة بديت الضربة. أيه؟ كده قشعريرة شوي. بس الآن كيف؟ الحمد لله الأمور. الآن هنا توجع الجهة ذي وعلى الضربة، لكن لأنه لو بيجيك مثلا على الشريان ولا على كده بتشوف يبدأ معك نزيف، لكن الحمد لله لا في نزيف ولا شيء. يعني والوجع اللي هنا طبيعي مع الضربة، أكيد بيكون في وجع. أه. طبيعي مع الضربة لازم يكون في وجع. لازم اسدد لك بوكس، قصدي سدد بوكس، هذا اخرتها. لا لا اسمع اسمع، تفعل خير تلقى شر. اسمع سالي سالي، قل له يلا قل له. لا لا اله الا الله، لازم الواحد يضحك. لازم الواحد هذه نهايتها، يسوي في الناس معروف. ايه؟ ويلقى تصفيق كفوف على قولتها. لا لا انت انسان، لا حول ولا قوة. الله المستعان يا سالي، شفت لو اني خليتك تنزف ما هو كذا.